هنعمل نبدا بالخضار اللي انا هعمل خضار في الفريزر. طيب دلوقتي انا هقول لك انا معايا ايه بقى؟ معايا عصير طماطم تقيل، معايا بصل، معايا ثوم، معايا صلصه، سمنه وزيت، كمون، ملح وفلفل، والخضار اللي انا عايزاه بس اللي مش بيتهري. فهاخد كده معلقتين سمنه على شويه زيت، ملح، هديها كميه برده كويسه من الثوم كده. هنزل بقى عصير الطماطم، بسم الله الرحمن الرحيم، واحط شويه ملح فلفل اسود كده وسنه ملح صغيره، بص قد ايه يعني رشه الطماطم، انزل عليها الصلصه واسيب كله يتسبك مع بعضه. وبعد كده ابدا بقى ايه، بعد كده ايه اللوبيا احط عليها كده،